الرحيم. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. هذه جمل ثلاث ذكرها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء يسأل الله تعالى فيها. الجملة الأولى تقدم سابقا بعض الحديث حولها. الجملة الثانية وصحح بما عندك يقيني. يقين تصحيح بما عندك. الإنسان شيء أعظم من اليقين ما عندك. شيء أعظم من اليقين للإنسان؟ الإنسان أحيانا يمشي على الشك ويحتار لعله يتوصل إلى مرامة إلى مقصد. أحيانا يمشي على الظن، أحيانا يمشي على الظن القوي. أكو عند الإنسان أكثر من اليقين بعد؟ هذا اليقين كثيرا ما يكون على خلاف الواقع. الإنسان ضعيف. أحيانا بعد يوم ينكشف له أن يقينه كان باطل. أحيانا بعد شهر ينكشف، أحيانا بعد سنة ينكشف، أحيانا بعد سنتين، بعد سنوات، أحيانا بعد 40 سنة ينكشف للإنسان هذا اليقين كان خطأ. كلنا عندنا صغريات مصادق لهذا. أحيانا والعياذ بالله في الآخر ينكشف هاي الطامة الكبرى. أنا شفت رجلين عشرات السنوات كان أصدقاء، كل كان يثق بالآخر تمام الثقة في السفر والحضر. بعد ذلك وكلاهما في كبر السن فوق 60 لعله فوق 70، أنا رأيت كليهما اختلف بحيث كل اشتكى على الآخر وجدد الشكوى وصرف الأموال في الشكوى إلى أن انتهى الأمر إلى موتهما. ما وصل إلى أحدهما كان يقول لي شخصيا، يقول أنا 40 سنة هذا أعرفه وأثق فيه، شلون سوى وياي هالسوايا؟ 40 سنة من يملك يصحح يقينا غير الله معك، وغير ما عند الله معك. صحح بما عندك يقين. الصحة تستعمل في مقابل الباطل، في مقابل خلاف الواقع، على ما يفسرون في كتب اللغة. فد إنسان يروح يتعب ليل نهار صيف شتاء
مشكلات، مريض، سالم، يركض سنة، سنتين، ثلاث، عشر سنوات، يحصل أموال، يريد يتجر، يريد يشتري بيت، يريد يتزوج، بعدين يروح هذه الأموال يسويها عملة كبيرة، عملة قوية، يبدلها، يغيرها، بعد ذلك ينكشف له العملات مزورة، راحت حياته، تعب اللي يسوي. واحد يتزوج وبعدين ينكشف له كذا، واحد يتصادق ويا واحد ينكشف له كذا، واحد يدرس عند فد أستاذ ينكشف له كذا، واحد يعتمد على واحد عند يقين مو مع الشك رايح، بالإصطلاح العلمي يسموه جهل مركب. جهل المركب من يقدر يصحح غيره؟ الإنسان في شد قوته في منتهى الضعف، إلهي أن تصحح. لو كان غير الإمام المعصوم صلوات الله عليه يريد يدعو هالشكل، أنا وأمثالي لو كنا نلتفت إلى هذا المعنى ونريد ندعو نقول إلهي صحح يقيننا. أي كلمة بما عندك في منتهى الدقة في هذا السؤال وهذا، يعني إلهي أنا ما أدري أسلوب التصحيح شنو، شلون اللي عندك أنت بسبب ما عندك، بما عندك صحح يعني. الله شلون يصحح يقين؟ شلون يخلي يقين الإنسان يقين عدل، يقين تمام؟ أول شيء في اليقين اليقين بالله. روايات عديدة أكون أهل الفاضل أهل العلم شايفين تحفظون بعض النصوص عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعن الإمام السجاد عليه السلام وعن بقية المعصومين عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في التعبير عنده مضمون أنه يقول عبادة الأحرار عبادة التجار عبادة العبيد. لو ماكو خوف جهنم ما كان صبح يقعد يصلي، لو ما كان خوف جهنم خوف العذاب كان يكذب كان يظلم. أما هو المؤمن يعمل الصالحات خوفا من نار الله، هذا إلا كل جزئين إذا نسوي إذا نلتزم به هالمقدار هالمرتبة من اليقين. ولو سببه سببه هذه المرتبة الخوف يكون، يقولون الأعور زين مقابل أعمى، ما هو مو صاحي الأعور مقابل الأعمى هم أشوى هم زين أحسن. واحد يعبد الله يطيع الله خوفا من ناره ما يخالف مقابل اللي ما يطيع فيه، بس اللي عنده يقين جماعة يعبدون الله طلبا للثواب للجنة للنعيم، ولو النعيم يكون على حد تعبير القرآن أكبر النعيم،
ورضوان من الله أكبر. أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على عباده في الجنة التي حشوها البركة. الدعاء بعد ركعة صلاة النافلة في يوم الجمعة: اللهم اجعلني من أهل الجنة التي حشوها البركة. غير بركة ماكو في الجنة، كل ما في الجنة حشو. إلى الآن في العربية الدارجة يعبرون حشو داخل، حشو يعني داخل، داخل الجنة شأكو، غير بركة ماكو. بركة يعني نعمة دائمة. الإنسان في الحياة الدنيا ما عنده نعمة دائمة، حتى إذا عنده نعمة إلى آخر عمره 100 سنة وخلص، 70 سنة وخلص، 120 سنة وخلص، نعمة دائمة في الجنة. وأكبر هذه النعم على حد تعبير القرآن الكريم، أهل الجنة يدرون الله راضي. جنابك إذا تقلد في المرجع تقليد وتعتقد، لو رحت عنده لو زرته، هذا المرجع أكرمك أنعمك، أطعمك، أعطاك، أعطاك وقته، كل شيء. ولكن إذا ما تدري هذا قلب راضي عليك ولا، لأن كلهن مو هلقة. أما إذا تدري هذا قلب راضي عليك، هذا أهم شيء، الشخص اللي أنت تحبها. استمر يعني تقليد يكون في الأمور المعنوية أو في الأمور المادية، صديق يكون، زوجة يكون، أخ يكون، أب يكون. ورضوان من الله أكبر، يعني هذا اللي يعبد الله، وهذه مرتبة هم عاليها، يعبد الله لرضوان الله حتى الله يرضى عليه. عبادة التجار، التاجر شو يسوي؟ يدور نفع، هذا نفع، عبادة عبادة، مو أنه مو عبادة، ولكن عبادة التجار. إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنة، هدفي لا هذا لا هذا، بل وجدتك أهلا للعبادة، أنت تستاهل يعبدوك. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه نفس الكلام ماخذ عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا. مضمون الحديث أو نصه: لا أحب أن أعبد ربي للجنة ولا للنار، يعني لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار. قيل يا ابن رسول الله تحب تعبد الله شلون؟ قال: لأنه أهل لأن يعبد. أنا الحكايات اللي أحكيها، الأمثلة اللي أمثلها على مستوايها، مع احترامي للإخوان الآخرين السامعين، إذا واحد يريد يفتح هذا المعنى، وفرضه فد مرجع تقليد عند خادم وعند صديق وعند مقلد. هذا الخادم يشتغل زين،
من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الأسلوب. ليش يشتغل زين؟ نعسان وأول الوقت يقوم يركض، ما له خلق يشتغل زين، وجعان يعمل. ليش؟ حتى هذا المرجع لا يطرده، المرجع يريد خادم جاي حتى يشتغل. ضيف إجا، واحد إجا، شغل عنده. إذا خادم تنبل ما يشتغل، مو مرتب، مو ملتزم، المرجع مو عدوية بس الهدف ما حصل، يوخره يطرده يجيب واحد آخر. فهذا الخادم خوفا من الطرد يشتغل زين. ليش يشتغل زين؟ خوفا من الطرد. نفس هذا المرجع إلى صديق، هذا الصديق يحاول يقرب نفسه إلى هذا المرجع. شنو هدفه؟ حتى هذا المرجع بعد بشر وهم مو معصوم، علم الغيب هم ما عنده. من خلال تصرفات هذا الصديق وأعمال هذا الصديق وأقوال هذا الصديق تكون نسبة ثقة هذا المرجع بهذا الصديق، يريد يجذب ثقة المرجع. حتى أفرض إذا فد يوم راد منا عبادة يطي، إذا فد يوم وصف لشخص يمشي وصف، هذا يدور نفع، يخدم المرجع، يأتي بما يحب هذا المرجع لهذا النفع. أما مقلد هذا المرجع لا خايف منه ولا طمعان، يشوف مرجع تقليد أهل أن يقلل، يقول الصلاة هالشكل، يقول على حين، حج هالشكل على حين، صوم هالشكل، زكاة هالشكل، خمس هالشكل، يقول على حين. هذا المقلد لهذا المرجع يطيع هذا المرجع، يمتثل أوامره. هدفه شنو؟ خوف عنده يطرد الله، مخادم عنده ما يشتغل عنده حتى يخاف يطرده، طمع عنده حتى يثق فيه، لا، يشوف أهل، أهل لأن يقلل. هذا مرجع تقليد، أهل لأن يقلل. هذا اليقين في هالمجال، في هالمستقبل، اليقين بالله تعالى، هذا رأس. أكو أحاديث عديدة الآن ما أستحضر ألفاظها، مضمونها أحاديث عديدة بتعبيرات مختلفة بمضمون واحد، أن الإنسان بدرجة يقينه بالله، بمستوى يقينه بالله راحة في الدنيا غير الآخر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، كتب الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب الله. مو ما يدرس يقول ما صرت عالم الله ما أراد، لا، الله خلى طريق ما راحت من طريق. مو ما يكتسب وما عنده فلوس يقول الله ما أراد، الله رادني فقير، لا، الله خلى طريق انت ما رحت البعيد، مع احترام لكم، لا، كتب، تعب، ركض، اشتغل، ما حصل فلوس، هذا كتب له الفقر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، كتب يعني خارجا عن دائرة أوامر الله ونواهيه، أمر وامتثلته، نهى وتركته، انتهيته، درست ما وفق، تعبت أنا بالمقدار اللي كنت أشعر وبالمقدار اللي كنت أقدر، ركضت تعبت
ما حصلت على النتيجة اللي كنت أستهدفها أتوقعها. هذا كتب الله. هذا اللي صار ما يتألم. ليش مريض هسه؟ ليش فقير؟ مو ليكون بتقصيره. أي درجة عالية. هذا اليقين، واليقين درجة. هسه اللي عنده يقين، من الذي يضمن أن لا يكون يقينه جهل مركب؟ أصدقاء اثنين، أحدهما توفي والآخر كان موجود. هذا اللي موجود كان يسيء الله بذلك الصديق لأجل بعض القرائن، شك عنه، ما يثق فيه، وأحيانا كان ذاكر لهذا الشك. بعد موته انكشف له أنه لا، صديق نظيف كان، خير كان، مؤمن كان. أنا شفته كانت تدمع عيونه ويبكي ويقول لي، يقول أنا ما أبكي على يمن مات على لأجل أنه مات، أنا أبكي على نفسي. ليش افتهم مني أنا ما أثق فيه وبعدين انكشف لا ما كان بمحلها؟ كان يقول طول حياتي يألمني هذا الأمر. أنا ليش مرة من المرات أظهرت له أنه أنا ما أثق فيك لأجل أمور تبين لي بعد موتي خطأ؟ هذا نوم راح مينا راح إذا وجدان عنده، اللي أنا شفته كان نسبة عنده وجدان. أكل راحة ما يرتاح، ويا الأصدقاء يروحون إلى نزهة إلى سفرة، قلبه ما منتزه، قلبه مو في راحة مو في فراغ، وبالعكس العكس، واحد اعتمد على واحد 100%، بعد مدة انكشف لا هذا أسرار ينقلها لهذا وذا، اعتمد على واحد وبعدين تبين هذا جاسوس سنوات معتمد عليه وقايل له أسراره. من اللي يصحح هذا اليقين غير الله؟ ماكو، وغير الدعاء ما له طريق. قل ما يعبأ بكم ربي، ما يعبأ يعني ما يعتني، مو ما يستاهل الإنسان اللي ما يدعو الله، ما يستاهل العناية، يعني مو في مستوى إنسان، مو في مستوى مخلوق اللي يشعر أنه مخلوق، مو في هالمستوى. طفل مهما يكون عزيز عند أبويه ينطون بيده فتصك يروح يلعب بالعقل، واحد يبوق منه أبدا، لو يذبح نفسه من البكي ما ينطون بيده، لو حكماء الأب والأم ما ينطون، مو مستوى. اللي مو مستوى مو من الحكمة إعطاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، دعاء توجه. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الله خلقهم في الذروة في القمة، طهرهم من كل ما يطلق عليه رجس معنوي مادي أي قسم، مع ذلك شلون يدعون الله؟ احنا مع احترامي لكم مو في المستوى اللي ما هالشكل ندعو. يقول شفت الامام صلوات الله عليه وضعه
جبهته على الأرض وجعل يسبح. روايات متعددة عن متعدد من المعصومين عليه السلام يقولون بالخفي أكثر من العلن كانوا يسوون، لأن هذا اللي يقول وجدته أهلا للعبادة، هذا المثال الضعيف اللي مثلت به، المقلد اللي يقلد هذا مرجع التقليد، يروح قدامه يصلي ويطبق أعمال لعلى فتاوى، لا وهو بالبيت ما شايف مرجع تقليده، يشوفه مش في مستوى التقليد يقلده خلاص بعد نص الليل يقوم على فتوى يتوضع، على فتوى يصلي، على فتوى يحج، على فتوى يطي فلوس سنوات تعب على هالفلوس طلعها بكل سهولة يروح يطيه على فتوى يطيه، مو إلا بيده هم ينطي يقول بيطي بيد ذاك، يقول ما يخالف يطي بيد ذاك، لأنه وجده أهلا للتقليد. المقدار اللي يجد الله أهل للعبادة هذا قدام هذا وذاك بيسويه. الذي نقل عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام هذا النادر النادر مما بينهم وبين الله، أكيد أكيد أكيد. أنا وأنت هالمقدار نشعر أنه إذا قلدنا ما رجع، مو إلا قدام نسوي، مو إلا نكتب لرسالة إحنا هالشكل سوينا تقليدا إليك، ما نريد أصلا نعرف لأنفسنا نقلده مو لأ نفس المرجع ولأجله إذا وجدنا أهل التقليد. هذا اللي ظهر من المعصومين الصدق، واحد يقول واحد بالألف هم زايد قايل أقل من واحد بالألف، يقول الإمام صلوات الله عليه خلى جبهته على الأرض دعني يسبح يسبح، فما رفع جبهته إلا شفت الأرض مبتلة بدمه. وإمام معصوم ويدري أحسن مني ومنكم بأنه هو أكرم البشر على الله، ويدري هذا لأن يدري هالشكل يدعوني، إحنا مو في المستوى ما ندري. التاجر يركض ليل ونهار على شوية فلوس، طالب العلم يركض ليل ونهار على شوية علم، أما الطفل لا يركض على الفلوس لا يركض على العلم، لأن ما يعرف قيمة الفلوس ما يعرف قيمة العلم. وصحح بما عندك، إلهي أنت تدري إحنا ما ندري. أنا عن لسان الإمام زين العابدين والعياذ بالله ما دع أقولها، انطباع استظهار استظهاري أنا. الإمام في هالجمل الثلاث وهو يتكلم مع الله يدعو الله يقول اللهم وفر بلطفك، السبب ذاكره نيتي، بعدين واستصلح بقدرتك، السبب هم ذاكره. أما في تصحيح اليقين ماكو شيء أكبر من اليقين عنه، اليقين جذر كل جذر عند الإنسان، أساس كل أساس عند الإنسان، الإنسان المؤمن، الإنسان غير المؤمن، الإنسان العاقل. أهم ما يبني عليه في حياته اليقين، هذا الشيء اللي أهم من كل شيء. صحح بما عندك، الإمام صلوات الله عليه هنا في السؤال من الموصولة، يسموها بالموصولة، من أسماء الموصولات، ابن مالك في ألفيته يقول ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ما يستعمل بمكان الذي، مفرد المذكر يستعمل في مكان الذين،
مثنى المذكر استعمل في مكان الذين جمع المذكر، استعمل في مكان التي، اللتين، اللاتي. احيانا يستعمل ما يسموه استخدام في القران مكرر، اكو في الادعيه مكرر من دقائق البلاغه، يستعمل ما ويرجع ضمير منا الى احد هذه المعاني وضمير اخر الى معنى اخر. بما عندك، اللي عندك، اللي عندك شنو؟ الإمام مو دا يفسر إلنا حتى إحنا مو في مستوى ما يذكر إلنا، يسأل الله. أنا هنا علمي مو نافع، أنا ما أدري، يعني أشعر بأني مو في هالمستوى، ولعل الأكبر مني مو في هالمستوى الأكبر علما فهم. أنا فمو كبير عند التعبير هالشكل. صحح بما عندك يقيني، هذا اليقين اللي عندي مو باكر يوم القيامة ينكشف أنه باطل. وقدمنا، نعوذ بالله، آية صعبة جدا، محزنة جدا، مؤلمة جدا. وقدمنا، قرآن، إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء في اللغة العربية يذكر إذا في الحجرة في النهار في الضحى في وقت الشمس موجودة، غيم شي ماكو، حجرة مسدودة، أكو ثقبة من خلالها نور الشمس دخل الحجرة، هاي الذرات اللي تتطاير في هذا النور هذا يسمى هباء. القرآن شلون يمثل هذا الهباء لو تريد تاخذ هالشكل في ايدك، تريد تاخذ حجرة لا فنكة مفتوحة، لا رياح اكو، لا عواصف اكو، حجرة مسدودة اطراف الحجرة. هذا الهباء من هاي الكوة الصغيرة، من هاي الثقبة، الذرات المطايرة، الذرات متطايرة في كل الحجرة، ولكن في هذا النور القوي هاي الذرات ترى. عندما هاي الذرات تبتعد من هذا النور بعد العين المجردة ما تشوفها. إذا هذه الذرات تريد تكمشها، هاي حركات الأصابع شقد تموج الهواء، هالنسبة من التموج تشوف الذرات الطايرة. هباء وفوقها منثورة مطشرة، هي الهباء مطشرة ذاتها ذاتها، ما يحتاج توقف قدام الهباء وتتنفس حتى تشرد الهباء، لا، هذه كفك تخلي هنا تجي هالشكل تسوي، هاي حركة الأصابع إيش قد تموج الهواء، هالتموج تخليها تطاير ومنثورة بعد. وصفها الله سبحانه وتعالى بالله، وقدمنا إلى ما، هذا كل، كل ما. طبعا الآية في سياق الكفار إن شاء الله مو إلا، بس أكو حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، معروف هذا الحديث موجود في المصادر،
مو بالي أنا وين شايفه، لعله في الكافي أو واحد آخر من الكتب الأربعة شايفه، البحر قطعا موجود. جاءوا عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه فد حلاوة. أحاديث عديدة أكو سأجبالي، أحاديث متعددة أكو، رواة متعددة. الإمام خلى أصبع جابوا هدية، حلاوة هدية للإمام. الإمام خلى أصبعه في الحلاوة وطلعها ومسح إصبعه بأطراف الإناء. ما خلى أصبعه في حلقة، ما تذوق الحلاوة. قالوا يا أمير المؤمنين، أيام خلافته يظهر، خلافة الله هي أيام رياسة، يوم اللي كان يحكم على أكثر المعمورة في ذلك اليوم. قالوا يا أمير المؤمنين أتحرمه؟ قال لا. يقول حرام؟ لا ما أقول حرام، الله بحلال. مضمون الحديث. قالوا ليش لعد ما أكلت ما تذوقت؟ مضمون الحديث قال أخشى من هذه الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار، يقول أنا ما أكل هاي الحلاوة، ما أريد بهذه النسبة بهذه الدرجة يوم القيامة أقل ينطر. الآية في سياق الكفار للكفار، في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يخاطب الكفار يقول شو تطلبون مني؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، إيش قد كان حصتكم؟ كلها خلصتوها بالدنيا. وأمير هاي الآية للكفار، آية اللي للكفار، أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مستوى يقول هاي الحلاوة ما طبعا هو قال ولكنكم لا تقدرون على ذلك في غيره. لسه هاي الآية هم قدمنا إلى ما عملوا من عمل للكفار، هم ليكن والعياذ بالله هم الملاك المناف يخلي الآية تشمل الإنسان والعياذ. هذا اليقين يوم القيامة لا ينكشف أنه كان على باطل، كان باطل، كان مصحح. صحح بما عندك يقين. طبعا الشيطان جاهز، بمجرد ما شاف الإنسان طلع من الإفراط يدفع على التفريط، شاف طلع من التفريط يدفع على الإفراط، ليكون الإنسان من خلال هذا الأمر يوسوس في كل يقينه. أكو حديث، مضمون الحديث، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الشيطان ما يدخل من باب مسدود، أنت لا تفتح الباب على الشيطان. الإنسان إذا هو ما يفتح الباب على الشيطان، الشيطان ما يقدر يدخل. الشيطان لص، إذا باب الحوش مسدود مقفول شلون اللص يدخل؟ الشيطان ما يقدر يتسلق، ما يتسلق من الباب. أنا وأنت مع احترامي لكم نفتح للشيطان الباب. إيه؟
شوية نفتحها ويدفع بك. وإلا مسدود ما يطب حديثه. وهو واقع. صحح بما عندك يقين. يقيني إلهي أنت صحح. وبعدين واستصلح بقدرتك ما فسد. إلى أن نصل إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة أئمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام والإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام وببركة عمه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نحن في ذكرى أيام الشهادة. الله هو يصحح بما عنده يقيننا عن كل شيء. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. Allahumma salli ala Muhammad.